انصر كل اهل غزه. في ظل ما تشهد فلسطين من أحداث شنيعة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، أعلن التحالف الوطني عن دخوله اعتصاما مفتوحا أمام معبر رفح البرية لحين دخول المساعدات بشكل فوري وعاجل، رافعين شعار مرابطون حتى الإغاثة. احنا قاعدين، احنا مش هنمشي غير لما يوصل لهم حقهم، حقهم. احنا مش طالبين منهم حاجه، كل الحاجات دي من اخواتهم المصريين جايه عشان تدخل فلسطين عشان تدعمهم. شفنا قبل كده كان في ردة فعل قويه جدا اتجاه المدنيين والناس في اوكرانيا، طب ليه ما فيش نفس ردة الفعل هنا لاخواتنا في فلسطين؟ فين مؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات الدوليه؟ المتطوعون هنا ادوا صلاه الغائب على روح الشهداء الفلسطينيين، وبناء على كون التحالف الوطني صوتا للمجتمع المدني في مصر، توجه بأشد عبارات اللوم للمجتمع الدولي والذي يصر على غض الطرف واتباع مبادئ ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الإنساني الدولي عندما يتعلق الأمر بالممارسات الإسرائيلية الإجرامية. أبسط شيء ممكن نعمله إن احنا ندخل المساعدات دي، وإن شاء الله بإذن الله مش ماشيين من هنا إلا ما ندخل المساعدات دي لأهالينا في غزة بإذن الله. اللي بيحصل ده لا يقبله عقل ولا يقبله أي دين ولا يقبله أي إنسانية. اللي احنا نقدر نعمله كموظفين جمعيات جايبين معانا حاجات ممكن تغرق غزة كلها معونة، إن احنا هنفضل قاعدين لغاية ما ندخل الحاجة. كما طالب التحالف الوطني بجميع كياناته بضرورة فتح ممرات آمنة وفورا تلبية لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها الدول والمنظمات لإيصال الغذاء والدواء للمدنيين المحاصرين في غزة. عندنا حزن شديد جدا من اللي بيحصل جوه، الحزن ده ما بنعبرش عنه بكلام وخلاص ولا بنعبر عنه بفعل، فعل ده بيبدأ بالجهد اللي حصل المتطوعين والمتبرعين في القاهرة عشان نوصل المساعدات الإغاثية اللي هنا، وإن احنا نيجي معاها ثم إن احنا نفضل موجودين لحد ما نتأكد إن شاء الله إنها هتخش وإنها تعبر من المعبر هنا. هو مرابطين لحد ما إن شاء الله نخش لأهالينا وإخواتنا الموجودين في فلسطين وفي مدينة غزة، ونقول لهم البقاء لله في أولادنا وإخواتنا الموجودين أو الذين لقوا حتفهم بالأمس. كما أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تأييده الكامل حول تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي المنعقد بقصر الرئاسة. أكدت أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة. ويشدد على جاهزية المتطوعين بداخل كافة كيانات التحالف لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين في أرضهم وعدم إجبارهم على التهجير القسري في سيناء، ويؤكد على حشد لكل الجهات الدولية لاستمرار الاعتصام أمام معبر رفح وحتى دخول المساعدات.